يعطيكم العافية. بعد ما حكينا عن الـ properties of antiderivatives، هلأ صار فينا ننتقل للـ rules of antiderivatives. بالرولز يعني شو بدنا نستخدم rules لحتى نقدر نطلع الـ antiderivative. طيب لحتى نقدر نستخدم rules فينا نرجع هيك نعمل هيك شيء سريع، إنه إحنا إذا في عنا مثلاً حيلا constant، إذا معي مثلاً f of x هي بتساوي constant c. constant c شو كانت بالأساس؟ بالأساس كانت إذا أنا بدي طلع كابيتال F، هي سهل يطلعها، إنه شو اللي بعمله derivative بيطلع constant هو اللي بضربه ب x، فهي cx. وما أنسى إنه حط plus another constant اللي هو c برايم، لأنه نحن حكينا إنه حيلا function ما عنده anti derivative واحد، عنده many anti derivatives. يعني كل ما غير ال constant بيطلع anti derivative، بيطلع anti derivative جديد. طيب إذا عندي مثلا f of x هي كانت لنقول 3x، فشو بتكون الكابيتال F؟ كابيتال F الاكس كانت بالاساس شو اللي بعمل له درفز بيطلع اكس واللي فيه سكوير، فهي راح تكون 3 اكس سكوير. هاي اذا عملت لها درفز بتطلع 6 اكس، بس انا بدي اياها 3 فبس بقسم على 2 بلس كونستانت سي. فهي على طول السي اللي موجوده هون ما ننساها، لانه هي عندنا ماني انتي درفز. طيب فخلينا هلا نبلش ناخذ هاو الرولز اللي بدنا نستخدمهم. هاو الرولز اللي بدنا نستخدمهم نحن راح نبلش بسمول اف كابيتال اف، راح نحط هون جنب سمول اف وكابيتال اف اذا كان في عندنا جنرال رول. خلينا ننزل اون كولوم وكمان انذر كولوم. طيب أول واحدة إذا في عندنا constant C، أو خلينا نبلش بالزيرو أول شيء. زيرو، الزيرو شو اللي بنعمل له نحن كنا derivative ليطلع زيرو؟ هو حيلا constant، constant C. فكل شيء زيرو كان بالأساس هو constant. طيب إذا عندنا هلا constant C ما بتساوي زيرو. constant C ما بتساوي زيرو، أو خلينا نسميها C prime. فإذا أنا عندي شيء طلع constant فبالأساس كان هو مضروب بـ x، فهي c prime مضروب بـ x plus constant c. طيب إذا عندنا شيء هو x، x كان بالأساس x squared، بس إذا أخذت الـ x squared وقسمتها على وطلعت لها derivative راح تطلع 2x، فهي مش بس x squared، x squared على 2 وبلس c. هلا اذا عندنا يو تو ذا باور اكس تو ذا باور ان، عفوا اكس تو ذا باور ان، اكس تو ذا باور ان يعني بدي كبر الباور وحده، لانه بس اعمل لها ديريفيتيف بدي اشيل منها وحده، فبتصير اكس تو ذا باور ان بلس 1، بس بدي اقسم على ان بلس 1. هون في كونديشن وان بلس سي، والكونديشن انه هاي الان ما لازم تساوي ماينس 1، لانه لاحظوا اذا الان ماينس 1 راح تصير عندي هون ماينس 1 بلس 1، ماينس 1 بلس 1 هي 0، يعني اكس باور 0 على 0 ما هذا انديفايند. فهي الطريقه ما بتزبط اذا كان الاكس هو ماينس 1. ف طيب اذا هو ماينس 1، اذا هو ماينس 1 يعني هاي شكلها 1 على اكس. الانتجرال لها طبعا نحن قلنا حيلا فانكشن عندها بريمتيف اكيد، فال1 على اكس اكيد عندها بريمتيف، ما بتزبط بهاي الرول. فنحن رح نجي نعرف فانكشن جديده سميناها لوغاريتمك فانكشن ال ان. فال ان اكس هي رح تكون البريمتيف لمين؟ هي رح تكون البريمتيف لل1 على اكس طبعا، وبدنا نحط هاي الاكس بتوين ابسوليت فاليو. نحن بنعرف وقت اللي كنا نشتغل باللن انه اللي جوات اللن لازم يكون بوزيتيف، وبنزيد عليها سي. هلا اذا عندنا اي تو ذا باور اكس،
ال e to the power x تبقى مثل ما هي e to the power x plus c. ليه؟ لانه نحن وقت اللي كان عندنا e to the power x نعمل لها derivative بتضل e to the power x. اوكي؟ هاو بالنسبة أول شيء للفانكشنز اللي بدنا نستخدمهم، بعدين في عندنا الترايجونومتريك فانكشنز. الترايجونومتريك فانكشنز اللي بدنا نحكي عنهم هن إذا عندنا نحن ساين اكس الانتجرال اللي لها هي ماينس كوساين اكس بلس سي، والكوساين اكس الانتجرال اللي لها هي ساين اكس بلس سي. هلا في عندنا جنرال رولز لهي الوحده اللي هون، لهي في عندها قاعده عامه كمان هاي نفس الشيء، والاي بنفس الطريقه. فهو القواعد الجنرال هي اذا كان عندي انا يو تو ذا باور ان او 1 يعني اللي موجوده تحت هي يو أو e to the power u. بهول ثلاث حالات لحتى أقدر طبق نفس الفورمولا إجباري لازم تكون موجودة ال u prime. فهون ال u prime لازم تكون موجودة، هون ال u prime لازم تكون موجودة، وهون ال u prime لازم تكون موجودة كمان. فبهول الحالات بتصير عنا u to the power n plus 1 على n plus 1 بلس سي، وهي بتصير لن يو بلس سي، وهي بتطلع عنا اي يو بلس سي. هلا هون بحالة الاي في عنا حالة خاصة، إذا أنا عندي اي تو ذا باور اي اكس بلس بي، الانتجرال اللي لها هو اي تو ذا نفس الباور اي اكس بلس بي بقسمها على اي و بلس سي. هاي هي سبيشال كيس. من وين؟ من مين؟ من اللي فوق، لانه على طول هون اليو برايم مش ضروري على طول تطلع كونستانت، بس انا هون اذا عملت ديريفتيف للي فوق تطلع كونستانت، فلما بتكون كونستانت ما في داعي انه تكون اليو برايم موجوده. فما في شو؟ ما في داعي تكون هاي اليو برايم موجوده. نفس المبدا باللن. إذا كان أنا عندي اللي تحت هي AX plus B، فإذا كان عندنا 1 over AX plus B، هون ما في داعي تكون شكلها هي U prime على U، دغري أنا فيي أقول هاي بتساوي ln absolute AX plus B على A plus C. فهول اثنين هن حالات خاصة من مين؟ من الجنرال رول. هاي أول حالة، هاي special case star، وهاي double star. هلا طبعا هون الان مش ضروري هي تكون ناتشرال نمبر. في عندنا حاله خاصه فيها، هي لما بيكون انا في عندي راديكال اكس، اذا انا عندي راديكال اكس، الراديكال اكس هي شو بتساوي اذا انا بدي اطلع على الانتجرال؟ طبعا راديكال اكس يكتبها اكس ذا باور 1 على 2. اذا بدنا نلاقي لها الانتجرال، هاي في اعتبرها كانه هي ان، فانا بقول هاي سمول اف، لنعتبر كابيتال اف اوف اكس راح تكون اول شيء بدي زد لها 1، فبتصير اكس تو ذا باور 1 على 2 بلس 1، وبدي اقسم على 1 على 2 بلس 1 بلس سي. 1 على 2 بلس 1 يعني 3 على 2، فاذا كانه انا بقول اكس تو ذا باور 3 على 2 اوفر
3 على 2 وبلس، يعني كانه عم نقول بمعنى ثاني 2 على 3. 3 على 2 هي في قسمها لاثنين، اكس بتضرب برا واكس بتفوت لجوات راديكال بلس بلس سي. هلا نحن الجنرال فورمز اللي بدنا نشتغل فيه هون هن هو اول فورم اذا عندنا يو برايم مضروب بيو تو ذا باور ان وبدنا نلاقي له الانتجرال. طبعا هون عشرت انه نكتب على جنب، عشرت انه الان ما بتساوي ماينس 1. فهاي هذا اول وحده، هاي بتساوي يو تو ذا باور ان بلس 1 على ان بلس 1 بلس سي. ثاني وحده بدنا نشتغل فيها هي يو برايم على يو دي اكس، هاي بتساوي دغري لن ابسولوت يو بلس سي. ثالث فورم بدنا نشتغل فيه هو يو برايم مضروب ب اي يو دي اكس، او الجنرال فورمز هن اي يو بلس سي. وفي عندنا فورم رابع اللي هو بهذا الشكل انتجرال، هذا قليل ما بنستخدمه بس اذا اجا ممكن نستخدمه، هي اليو برايم على 2 راديكال يو دي اكس، هاي بتساوي راديكال يو بلس سي. هاي منين جبناها؟ لانه نحن بنعرف اذا في عندي انا راديكال يو عم بعملها ديريفاتيف هي بتطلع يو برايم على 2 راديكال على 2 راديكال يو. طيب يعني اذا انا بدي انتجرال لهاي هي بالاساس كانت راديكال يو، فلك وينها؟ طيب خلينا ناخذ هلا بعض الاكزامبلز. اذا عندنا مثلا انتجرال اكس سكويرد بلس 5x ماينس 1 على راديكال اكس، كلهم هاو مضروبين هاو كلهم دي اكس. طبعا هون فينا نطبق شو؟ فينا نطبق السبلت للانتجرال، فهي راح تصير انتجرال للاكس سكوير دي اكس بلس ال5 هي كونستانت، سو دغري فينا ناخذها اوتسايد، ف5 انتجرال لاكس دي اكس ماينس انتجرال ل 1 على اكس دي اكس. فهي ايكول اكس سكويرد، فراح زد ل 1 بتصير 3 وبقسم على 3 يعني اكس 3 اوفر 3 بلس 5، كمان بزد ل 1 بتصير اكس 2 على 2. هلا اذا هاي في اشتغل على نفس القاعده، في طبق هاي الرول عليها لك وينها؟ هاي الرول بده يكون موجود الجوات الراديكال هو اكس، الديريفيتيف هو 1، بس بده يكون عندي موجود هون 2، فكثير سهل، فبحط 2 هون وبضرب برا ب 2 كانه ما عملت شيء، فقسمت على 2 ضربت على 2 كانها بعدها الايكويشن هي ذاتها، فماينس 2 بتركها، وهاي الانتجرال اللي هو راح يكون راديكال اكس بلس سي. فهاي هي الانتجرال اللي نحن عم ندور عليه. Another one. ممكن يكون في عنا واحدة بهذا الشكل. Integral ل one over three minus two x dx. طيب هاي بدي اشوفها انا، بدي اجي تطلع بدي اشوف اذا في حولها ليو برايم على يو او لا، بتطلع على اللي تحت شو الدرجه اللي لها، هي ماينس 2 كونستانت، فاهم؟ في اجي اكتبها هيك بهذا الشكل، بدي ماينس 2 فوق ما في مشكله، هاي ماينس 2 3 ماينس 2 اكس دي اكس، لانه ضربت بماينس 2 بدي ارجع اقسم على ماينس 2 لحتى ارجعهم نفس الشيء، فضربت بماينس 2 قسمت على ماينس 2 كانه ما عملت شيء. هلا هاي اللي جوا شكلها يو برايم على يو، يو برايم على يو، فهي بتصير ماينس 1 على 2 لن ابسوليوت اللي موجودين تحت. مين اللي موجود تحت؟ اللي موجود تحت هي 3 ماينس 2 اكس، فهي 3 ماينس 2 اكس وبلس كونستانسي. فهاي هي
هاي هي الانتجرال. Another one، إذا عندنا انتجرال ل e to the power، خلينا نقول x e to the power x squared minus 1 dx. هلأ هاي ممكن تكون بأي فورم، ممكن تكون بالفورم بهذا الفورم نمبر 3. بالفورم نمبر 3 لازم يكون اليو برايم موجود قدام الايو. إذا أخذت أنا اللي فوق على جنبهم، يو هي x squared minus 1، شو هي الديو؟ يعني شو هي اليو برايم؟ يو برايم الديريفيتيف لها هي 2x. طيب لاحظ أنا موجود عندي x، فكتير سهل إنه أضرب ب 2 ما في مشكلة لأنه كونستنت. فراح نقول هاي 2x e x squared minus 1 dx، لأنه ضربت ب 2 لازم أرجع أقسم على 2 لأرجع أحولها نفس الشيء. فهي ايكوال صار اللي جوا شكلها يو برايم ايو، فجوابها هو ايو. فبحط برا 1 على 2 e x squared minus 1 وبلس وبلس كونستنت c. هلا لاحظوا إذا عملنا ديريفيتيف لهي، شو الديريفيتيف للي فوق؟ هي 2x مضروب بها في x e، هاي كلها سوا اللي x squared minus 1. فلاحظوا هنا هاي هي اللي جوات، هاي هي اللي جوات الانتجرال. فشغلنا هو صح. كمان هون نفس الشيء، شو الديريفيتيف للي جوا؟ هي minus 2 على 3 minus 2x. minus 2 مع هاي بتروح، فبيضل عندي 1 على 3 minus 2x. فشغلنا هو صح. فهيك بنكون انتهينا من rules of anti-derivatives.